السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، افتتح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة معرض الخريف بنسخته 27 بأرض المعارض. ويشارك في معرض هذه السنة أكثر من 750 عارضا من 21 دولة، تعرض آلاف المنتجات تشمل الأغذية والأزياء والأثاث التكنولوجيا، إضافة إلى لعب الأطفال والمنسوجات والإكسسوارات والأدوات المنزلية. وقد أعلن القائمون على معرض الخريف عن زيادة فترة العرض إلى 10 أيام، مما سيتيح للزوار يوما إضافيا من متعة التسوق. ومن المتوقع أن يفوق عدد زوار معرض الخريف هذه السنة إلى 200 ألف زائر من داخل البحرين وخارجها. اليوم احنا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض ندعم جميع قطاعات السياحة وبالخص قطاع المعارض. اليوم السائح المعارض يوافق أكثر من السائح العادي حسب إحصائيات الأمم المتحدة UNWTO. احنا ندعم مثل هذه المعارض، وأهلنا الشركة القائمة على المعرض على التنظيم الجميل وعلى المشاركات الدولية. للأمانة شفنا اليوم 70 مشارك من جمهورية مصر الشقيقة.